بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مع اقتراب الاسكوديتو من الحسم، مع اقتراب ميلان من اللقب، مع المنافسه الكبيره جدا اللي نابولي وانتر بيلاحقوا فيها ميلان، قررت ان انا اتفرج على ماتش ميلان وبولونيا. وبصراحه يا ريتني ما جيت، لان بصراحه كان وش وحش على جمهور ميلان، وبصراحه كان نفسي جدا ميلان يكسب. بس للاسف الشديد تالق حارس مرمى بولونيا لوكاس سكروبسكي كان واقف ضد هدف لفرقه ميلان. ميلان اللي كل شغلها على عرضيات وكل شغلها على طول اوليفي جيرو، لان هم عندهم طرف واحد بس اللي شغال وهو رافائيل لياو، لان الطرف الثاني اللي فيه جونيور مسياس ضايع تماما، الطرف ده مش موجود. وبرام دياس بيحاول على قد ما يقدر كصنع العاب في ال 4 2 3 1 اللي بيلعب بيها استيفانو بيولي. الفرقه بتقدم شغل ممتاز جدا لحد ما بتوصل لمرحله الفينش، بنلاقي ان احنا كل شغلنا على الفينش مرحله واحده بس، نلعب عرضيات لاوليفي جيرو، لازم جيرو هو اللي يقتنص كره عرضيه، يا الكره العرضيه دي نلاقي فيها تكمله من رافائيل لياو. للاسف النهارده ما كانش فيه تكملات جايه من تحت من قبل رافائيل لياو، كان الشغل كله على جيرو. وجيرو للامانه لعب اتنين حلوين، بس زي ما قلنا تالق الحارس سكروبسكي كان واقف ضد اي هدف لفرقه ميلان. تالق سكروبسكي وتالق خط دفاع فرقه بولونيا، فرقه بولونيا اللي عملت ماتش النهارده، انا عمال الاقي المذيع بيقول لك فرقه بولونيا بتادي اداء عظيم، فرقه بولونيا اول مره تادي كده من فتره، اللي هو ايه النحس ده؟ يعني اول ما اجي اتفرج على ميلان واول ما اقول ان ميلان اخيرا هيقترب من الاسكوديتو اللي بعيد عنه من 2010، اجي الاقي فرقه بولونيا وحارس مرمى بولونيا قالب فيها وليد بتاع كابتن ماجد. اللي هو اول حاجه عملها ستيفاني بيولي الشوط الثاني ان هو قرر ان هو يغير الجناح جونيور مسياس ونزل مكانه انتري بيتش علشان خاطر يزود حد في الصندوق، بحيث انك تلعب عرضيات لثلاثة بدل ما بتلعب عرضيات لاثنين، تلعب لجيرو، تلعب لرافائيل لياو، تلعب لانتري بيتش. كل شغلنا بس على العرضيات، مفيش اختراقات، مفيش محاولات تصويب من بعيد، احنا شغالين بس على عرضيات، لان في فرقه واقفه قدامنا صداده حرفيا، وهي فرقه بولونيا اللي ما اشتغلتش شغل هجومي خالص في الشوط الثاني. هم الشوط الاول كان بيحاولوا ان هم يعدوا نص الملعب، انما الشوط الثاني بسم الله ما شاء الله مفيش اي شكل هجومي، هم سايبين الطريق كله لمين ان هم يهاجموا وهم يحاولوا يلعبوا على المرتدات. فبدانا نشوف تفكير بيقول لي رايح لحته ان انا اطلع اسماعيل بن ناصر واخلي فرانك كيسيه هو ولاعيب زي ساندرو تونالي يعملوا له شغل الهجومي من تحت للناس اللي قدام. بحيث هتقول طب ابراهيم دياز ما كان موجود جوه الملعب برضه، يعني ليه ما طلعش ابراهيم دياز ونزل مكانه كيسيه طالما هو عايز يلعب بلعيب يحرك الفرقه لقدام؟ وقال لك والله ابراهيم دياز كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يحرك الاطراف، لان زي ما بقول لك الشغل كله كان شغل عرضيات بس. فالدنيا بالنسبه لستيفانو بيقول لي كانت واضحه ان انا بلعب شغل عرضيات بس، لان انا ما عنديش اي فرصه ان لعيب يجي من على الطرف سواء لريبيتش او لياو ويعدي ويشوط او يخش من العمق ويتلعب له واحده من ورا المدافعين ويسجل. الكلام ده ما كانش موجود، لانك بتلعب قدام فرقه بتلعب بالعشره في منطقه الجزاء، فالموضوع كان صعب جدا، مجبر انك تلعب عرضيات للاطوال اللي عندك، مجبر انك تستنى السكند بول عشان تشوط. بس للاسف ما كانش فيه حته ان انت تشوط في السكند بول دي. فللاسف الشديد ميلان تعثر النهارده قدام فرقه بولونيا، وللاسف الشديد وشي فعلا طلع سيء على فرقه ميلان. ده لسه انا اتفرجت على ماتش ميلان ولقيت ميلان نتعادل، واتفرجت على ارسنال لقيت ارسنال غلب 3-0، ده الدنيا بالنسبه لي راحت خالص النهارده بعيد. فلما اقول لك اعمل لايك وسبسكرايب للفيديو اكيد مش تعمل، هتقول لي بس يلا انت وشك فقر على فرقتي، فاعمل لك لايك ليه؟ صراحه عندك حق.